كثير من الناس تفوتها شغلة إنه يقارن بين عين وعين. يعني أنا مثلاً شايف زين، أموري زينة، بس بحياتي ما جربت إنه مثلاً أغطي عين أشوف هذه عيني شلون نظرها والعين الثانية كذا. بدأت هذه الثقافة تنتشر. يعني بصورة عامة من جديد صرنا نشوفها. نعم. شو العلاجات دكتور المتاحة؟ نبدأ بالحالات البسيطة. هسه بالنسبة للحالات البسيطة طبعاً هي إحنا قلنا إنه كمرض قرنية مخروطية يأثر على خلينا نقول جودة النظر وكمية النظر. هذا الحكي ممكن ينحل بنظارة طبية بسيطة أولاً. أو عدسات لاصقة مثلاً المرحلة اللي بعدها. المريض ما يلجأ إلى الصيدلية ويأخذ قطرات؟ لا، يعني هذه مقتل صراحة بالنسبة إنه. يعني أغلب الصيادلة نعم أمينين حريصين يكتبون شغلات خلينا نقول مثلاً غير مؤذية بصورة عامة، ولكن بنفس الوقت قد تأخر تشخيص وخلينا نقول ما نحصل النتائج اللي نحبها. صحيح. مرحلة ما بعد النظارة وال. هسه المراحل المتقدمة بالنسبة للقرنية المخروطية العدسات الصلبة في عندنا، يعني خلينا نقول لها دور كذلك بعلاج القرنية المخروطية. جزء منها تصليح للنظر، أن النظر يكون أحسن. المبدأ بها أنه حجمها صغير أولاً، يعني حجمها مو كلش كبير، يعني ما راح أحط شيء جزء يعني جسم كبير بعيني. هذه واحدة. اثنين، يهمنا هذه العدسات أن تكون قاعدة بمنطقة القرنية بالمكان اللي أنا أحتاج أباوع منه اللي هو من بؤبؤ العين. شايفة؟ هسه كونها صلبة نستفيد منها هواية أمور. إنه خلينا نقول تغذية القرنية طبعا هي عن طريق الدمع. مع كل رمشة إحنا قرنية عيننا تتغذى بالأكسجين بالمواد المغذية لها. فالعدسات الصلبة تتميز بهذه الخاصية إن هي يسموها غاز بيرميبل، يعني إنه تفوت غاز لقرنية العين، يعني تقدر القرنية تتنفس من خلالها. المسألة الثانية كونها صلبة، الماتيريال هذا مالتها الصلب بحد ذاته ينطيني خلينا نقول شيء من الثبات لقرنية العين. يعني شيء يعني خلينا نسميه شغله ميكانيكيه، انه انا قاعد احط شغله صلبه تدفع قرنيه العين تبطل انه هذه القرنيه تنبعج للخارج وتضعف وترق. انت قلت تنطيني درجه من الثبات للقرنيه. يس. متى نلجا الى عمليه تثبيت القرنيه؟ الحل الانجع حاليا اللي هو عباره عن تثبيت قرنيه العين، الكولاجين كروس لينكينج يسموه. تصور سهله عمليه جدا سهله. هو عباره عن معالجه سطحيه. هسه في منها طريقتين، اكو منها طريقتين. الطريقه اللي يسموها التقليديه تاخذ لها بحوالي 35 دقيقه، والطريقه الجديده لا، يعني صارت خلال ربع ساعه. صحيح. التقليديه بها شويه وجع اكثر، يعني مضايقه بالنسبه للمريض، العين مثل متحسسه حمراء دمع. الطريقه الجديده لا، يعني مدتها اسرع والطف للمريض. ان شاء الله لاحقا راح نصور مثل هذه العمليه يعني معك حتى نوعي المشاهدين اكثر. أنا حاضر. دكتور انا حابه انوه للمشاهدين واكيد بتاكد على هاي المعلومه بانه لما قلت التحدب في القرنيه المخروطيه لا يعني بانك انت قاعد تشوف حالك على المرايه وتشوف تحدب. التحدب هو شيء يحكم عليه طبيب العيون. مضبوط. هسه بالحالات المتقدمه كلش تحدب اتصور معنا هسه الموديل نقدر نشرح عليه. يعني بدايه القرنيه هي الجزء الشفاف اللي هو صاير قدام العين هذا، يعني نشبهه احنا مثل زجاجه الساعه. شايفه هذا هو. فزجاجه الساعه هذه هي عباره عن جزء من دائره، ماشي؟ فلها تحدب معين هذا الجزء من الدائره اللي بدنا نحكي عليه احنا. هسه هذا التحدب لما يزيد عن حده اللي هو ناتج عن ضعف القرنيه المخروطيه بالضبط راح يتكون شكل نسميه احنا مخروط كون او مخروط اللي هو هذا مثلا. فهذا المخروط هو هذا يعني اللي مسبب لنا الدرجات الزياده اللي بالعين، تدهور بالنظر، تدهور بدرجات النظاره. فاكو حالات متقدمه لا، يعني ممكن يقدر يلاحظ المريض اللي يقدر يلاحظه بالبيت طبعا على المرايه. ان شاء الله ما حدا يوصل لها دكتور. ان شاء الله ما حدا يعني يوصل لها، لانه يوصل هيك مرحله انسجه القرنيه بالضبط تكون انسجت على نفسه كثير. بالضبط انسجه القرنيه تكون تلفت. صحيح. فاحنا واصلين حد زراعه قرنيه. شوف الفرجي بس المشاهدين. اي فهو يعني هذا هو عباره عن تحدب زياده بقرنيه العين، انبعاج للامام ناتج عن ضعف في انسجه القرنيه. نصيحه اخيره دكتور توجهها لمشاهدين برنامج عوافي فيما يخص القرنيه المخروطيه. هسه اللي اقدر اقولها شغله واحده بس. ممكن نقي انفسنا؟ ولا هي مثلا نعم. اسبابها وراثيه جينيه نعم. او غير نعم. معروفه نعم. الى نعم. هسه شوفي يعني اسباب وراثيه موجوده، يعني ما إلها نمط وراثي معين، يعني مو شرط مثلا محمد عنده قرنية مخروطية راح يورث هذا الموضوع الاثنين من أولاده أو كل أولاده لا، ولكن هي موجودة بالعوائل. يعني إذا يجيني مريض يقول لي عندي قرنية مخروطية أسأل عن أخوانه وخواته عندهم مشاكل أو ما عندهم مشاكل. هاي شغلة. هسه فهذا هو خلينا نقول الجانب الوراثي للموضوع. الشغلة الثانية أنه كيفية الوقاية من الموضوع هذا. هسه السبب خلينا نقول اللي هو مدروس ومنشور علميا والأشياء على الموضوع،
انه وجود حساسيه بعيون الاطفال. احنا قلنا القرنيه المخروطيه موجوده يعني توجد بسن صغير، يعني ممكن نشوفها نلاحظها بسن 4 سنين وطالع. فبسن الطفوله طبعا امراض الحساسيه كلش شائعه، يعني الرمد الربيعي، يعني الحساسيه الموسميه من هذه الامور. فوجود حساسيه بعين الطفل مع كثره فرق للعين هذا اللي يسبب خلينا نقول ضعف نسميه احنا ميكانيكي، يعني هي قوه قاعده تاثر على قرنيه العين. الفرق يلعب دور في نشوء القرنيه. بس احنا هذا الحكي على مستوى سنين ايات، يعني هذا الحكي على مستوى سنين، يعني طفل من عمره 4-5 سنين عنده يعني رمد ربيعي لحد عمره 12-14 يلا يبلش يخف. والكبار اذا يفرك عيونهم بالضبط. هسه هي الفكره انه بالضبط هذه الرساله اريد نوجهها، كثره الفرق للعين ما الى داعي، يعني اراجع طبيبي استخدم ادويه المناسبه للموضوع هذه بناء على توصيه الطبيب المختص. الشغله الثانيه انه هسه انوه على فد شغله انه احنا القرنيه المخروطيه اللي ما تعرف الناس انه يعني فد شيء كلش شائع. يعني إذا نحكي بأمريكا اللي هم يسوون دراسات على الموضوع، يعني كانوا يقولون أكو شخص من بين كل 2000 عنده قرنية مخروطية. لكن هذا الحكي نسبة ضئيلة. ضئيلة هذا الحكي بالثمانينات هاي الدراسة. بس الدراسة الحديثة 2017 طلعت شخص من كل 400 شخص. تخيلي. إذا دكتور اللي اكتشفناه في نهاية الحديث بأنه فرك العيون قد تكون عادة غير صحية. يس. فينصح بالابتعاد عنها خصوصا اذا تكررت كثيرا او اصبحت عاده مثلا. طبعا او انه مثلا مرتبطه بنوعيه معينه من انواع التحسس مثلا، هاي الفكره، فانه لازم تتعالج بطريقه صحيحه. التحسس دكتور اكيد طبيعي طبيعي طبيعي. كل شكر لك دكتور محمد الجنابي اخصائي طب وجراحه العيون وجراحه الشبكيه والسائل الزجاجي. ان شاء الله المشاهدين استفادوا معنا من معلومات. ان شاء الله نورتونا مستشفى العيون، اهلا وسهلا فيكم. شكرا دكتور. يا ميت هلا.